السلام عليكم، انا اسمي يونس جعفري من مدينه القنيطره من منطقه الساكنيه، حاصل على دبلومين، اول في مجال الكهرباء الصناعيه والثاني في مجال ليزوتي انفورماتيك او ليزوتي بيوتيك من شركه مايكروسوفت، والان انا ادرس في السنه الثانيه من مستوى تقني متخصص في مجال الكتروميكانيك بمؤسسه التكوين المهني المعمورة بالقنيطرة. في ظل هذه الجائحة التي تعرفها البلاد، فكرت باستغلال الوقت اللي عندي ونساهم بشي حاجة اللي تفيد البلاد، واخترعت واحد الجهاز اللي يقوم بالوقاية من فيروس كورونا، وفي نفس الوقت تقيس درجة الحرارة ديال الشخص المستعمل لهذا الجهاز، وعن طريق هذا الجهاز هذا تنقوم بقياس الحرارة ديال الشخص المستعمل ديالو عن طريق حساس للحرارة الذي يقوم بقياس درجة حرارة الشخص وإرسال المعلومة إلى شريحة التي توجد في الجهاز. عندها تقوم الشريحة بتحليل المعلومة وإظهارها على الشاشة. كما يمكن هنا أن نعطي للجهاز درجة حرارة معينة التي تلائم جسم الإنسان العادي، ومن ثم عند ارتفاع درجة حرارة الإنسان يقوم الجهاز بإخبارنا عن طريق مصباح أحمر يشتغل. ومن بين مميزات هذا الجهاز هذا سهولة استخدام دياله وسهولة ديال سولدي الحمل ديالو، وتنظن ان الثمن ديال هذا الجهاز هذا يقدر يكون في متناول الجميع. نجيو للطريقه ديال استعمال الجهاز. تشغل الجهاز عن طريق هذا السويتش هذا، كما ترون ان الجهاز تيعطي واحد الرقم اللي هو تعبر على درجة الحرارة اللي كاينة في المحيط، في الجو أو في المحيط. يمكن نحنا نعطيو واحد درجة حرارة معينة، نختار واحد درجة حرارة معينة اللي عاد التجربة اللي كاينه هنايا على الشاشه تتغير باستمرار. اللي يمكن لينا حنايا من خلال هذا الجهاز هذا نعطيو واحد درجه الحراره معينه اللي تتكون ملائمه لجسم الانسان، وان فوا ترتفع درجه الحراره تديباسا هذيك لا طومبيراتور اللي حنا باغينها، هذا الجهاز هذا عندو واحد لا لون اللي هي تتكليني يعطي وتتخلينا نتعرفوا على هذا الشخص هذا انه درجه الحراره ديالو مرتفعه. وكما تلاحظوا معايا ان سهوله ديال التنقل ديال الانسان، هذا الجهاز هذا يقدر الانسان يتنقل بسهوله. كما ترون الان او شعل المصباح الاحمر اللي تيخبرنا بانني وصلت لهذيك درجه الحراره اللي كنت انا عطيت الجهاز ديال. حاولت نساهم بهذا الاختراع هذا اللي هو بغيت نشارك معكم هذا الجهاز. هذا الجهاز تيحمي مستعمليه من فيروس كورونا، وفي نفس الوقت تيقيس درجة الحرارة مستعمليه. التكلفة ديالو تكلفة منخفضة، وحتى لي كومبوزون اللي كنت خدمت بهم هما لي كومبوزون اللي كاينين في جميع المحلات التجارية